فتيات مصر مبهرات بصراحة. والله الستات عندنا في مصر ب100 مليون راجل، الحق يتقال. طب هو ده كلام يعني اللي هو ايه يتقال على اطلاقه زي ما بيتقال اطلاقا؟ هل هي مسألة شوفينية مصرية فأنت تنتصر لبنات بلدك؟ برضو لا، وإن كان ليس في ذلك عيب يعني. طيب هل المسألة ضرب من ضروب الخيال يعني؟ برضو لا. بص، عندنا بنوتة اسمها ميرنا، أو سيدة فاضلة اسمها ميرنا. فميرنا بقت أول بنت تبقى مدرب عام، خد بالك، لفريق كورة، أو نادي شباب الفاشن في بني سويف الصعيد يعني. إيه اللي بيحصل؟ إحنا بنتراجع لورا بقى؟ الرجالة بيرجعوا واخدوا خطوتين لورا، والبنات والفتيات المصريات يتقدمنا للأمام على قلوبنا زي العسل. حاجة تفرح، حاجة تشرف إن إحنا يبقى في عندنا رياضيات مصريات متفوقات إلى هذا الحد، متفوقة لدرجة إن هي اللي بتنزل بنفسها وتمرن الشباب، الولاد، الرجالة، إخواتها، تنزل معهم الملعب وتمرن. ميرنا سعيد مدرب عام نادي شبان الفاشن. ازيك يا كابتن ميرنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا كابتن ميرنا. سلام بحضرتك، عاملة ايه؟ كويسة؟ تمام الحمد لله يا فندم. الحمد لله. ايه الحكاية؟ انت بتدربي كل الرجالة اللي زي الفل دول؟ طبعا، قبل ما امرنهم هم اخواتي واصحابي، وهم تعبوا معايا الفترة اللي فاتت يعني. والكابتن احمد رمضان مدير فني حلو وقف معايا يعني وشجعني ان انا ادخل جو التدريب وكده. لا احكي لي، احكي لي الحدوته دي من اولها يا ميرنا. ارجوكي، دي حدوته اصلها لازم تتحكي حلو، لانه انت تبقي مثل لكل بناتنا واخواتنا. حضرتك، انا كنت بلعب في منتخب مصر كره نسائيه. عظيم. تمام. وبعد كده رحت نادي مصر الطيران. حلو. وبعد كده رحت وادي دجله. جميل. بعد كده رحت نادي برجيه بالمنيا. انا متزوجه ومعايا مكتب. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يخليه. مثل اعلى محمد صلاح طبعا. وبنتي على اسم محمد صلاح. ما شاء الله. تمام. وكمان اهلي ساعدوني ان انا اطلع كده، ويبقى عندي الجرأة ان انا احسن، ويفتخروا بيا ان انا صعيده. طبعا. وان شاء الله باذن الله اللي جاي اكتر هيديني حافز ان انا اطلع بره مصر العب كوره او امرن. طب واحده واحده عليا بقى، عشان الحتتين دول حلوين جدا اللي انت قلتيهم. اول حاجه انا عايز اعرف، وانت مدرب عام للشبان والرجاله زي ما وصفتيهم كده، اخواتك المجدع، بيسمعوا الكلام، بيتقبلوا؟ احنا برضو في النهايه مجتمعنا كله المصري والمجتمع العربي بيبقى صعب عليه، وبالذات في الرياضه بقى، ياخد الاوامر من كابتن ست. هو الأول خالص يعني كانت إزاي بنت تمرننا والكلام زي كده. عملت نموذج، لا بجد أنت مدربة عظمة، لدرجة إن هما كلامي أنا يعني وكلام مدير فني برضو بيمشي، بس أنا أقدر أوصل المعلومة إزاي ألعب، إزاي أديهم حافز، إزاي أشجعهم، إزاي إن إحنا ما ننزلش نخسر، إزاي يعني اللي هو أنا ما بحبش أتغلب. حتى أنا وأنا بلعب كنت عاملة زي حسام غالي بالظبط، هو أنا ما بحبش أنزل أتغلب، أنزل روحي على الكوره لازم اجيب جول. والحمد لله، الحمد لله في محافظه بني سويف حققت اسمي ليا، وانا شرف لبني سويف وشرف للصعيد كلها. طب احنا كده عرفنا ان انت مثلك الاعلى محمد صلاح وحسام غالي. طبعا طبعا. ده انت كده اهلاويه كمان صح؟ طبعا طبعا. ماشي ماشي يا عم ميرن، ماشي يا عم ميرن، وماله، احسن ناس يا ستي، مع اني زملكاوي اهو. طيب قولي لي، قولي لي يا ميرن، قلتي لي بقى ودي بداية الطريق، انت ناوية تنطلقي بإذن الله سبحانه وتعالى تلعبي كورة أو تكملي تدريب برا مصر؟ إن شاء الله بإذن الله، الحلم الجاي إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب في خطوات معينة بتاخديها يا ميرنا علشان تكملي في الطريق ده؟ طبعا، أنا الحمد لله تعبت جدا جدا عشان أوصل للضجة دي جدا. بصراحة بفضل ربنا يعني أنا السيسي، نفسي أوصل للسيسي بإذن الله. وديهم معلومة عن الكرة النسائية في مصر، هم شايفين البنت دقة دي ولد ما ينفعش اتمرن، لا انزل واشتغل وبدوس على نفسي عشان اقدر اوصل لحلمي.
خدي انا بالك عندي حلم ولازم احققه. الرئيس اظن يعني اكتر واحد في مصر داعم لسيدات وفتيات مصر. اكيد طبعا، اكيد طبعا. انا بعشق رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي، بعشقه جدا جدا جدا، انا بحبه جدا، ان هو بيعمل حاجات كتير قوي للبلد، صحيح. وده راجل يعني يستحق التقدير ويستحق كل حاجة اه حلوة. والله، اه والله. فانت عايزه انه يعني في يوم من الايام تقابلي الرئيس. اه طبعا طب طبعا، ويقف، هو بيقف جنب المرأة، هو بيشجع المرأة، وانا نفسي اقابله واقول له الكلام ده، واقول له لو هو سامعني يعني يا ريت يا ريت الكرة النسائية في بني سويف ومحافظة، في اي محافظة يعملوا فريق بنات، ايه يعني؟ خدي بالك يا ميرنا، انت عديتي مرحلة انك بتمثلي الكرة النسائية، بس انت بتمرني دلوقتي كمان شبان. اه طبعا. طب اذا افترضنا جدلا انك قابلتي الرئيس يا ميرنا، اول حاجة هتقوليها ايه للرئيس؟ هقول له يا ريت يا ريت يا ريت يبقى في كورة في مصر عدلة بنظام، حتى المنتخبات، المنتخبات ما بياخدوش غير الناس المبسوطين، غير الناس اللي هم كده يعني، ما بيبصوش للدرجة التانية، ما بيبصوش للدرجة التالتة. المظاليم. اه، ما احنا كده كده مظلومين اصلا. لا ان شاء الله مش هيبقى فيه ظلم على الاطلاق، يعني انا اعتقد انه باذن الله سبحانه وتعالى مساله الكره النسائيه دي هتاخد دفعه للامام قريب جدا يا ميرنا. انا ده احساسي الحقيقه، واعتقد انه لما يبقى في عندنا لاعبه كوره زيك وتتولى منصب مدرب عام لنادي الشبان في الفاشن في بني سويف عندنا في اسيوط وهكذا، وعلى رايك انت صعيديه، فالحكايه هتتزق لقدام، ده مما لا شك فيه، لانه اكيد في النهايه خالص المجهود ده مش هيضيع يا ميرنا. انا عايز اشكرك جدا جدا جدا، نورتينا وشرفتينا، انت قلتي اتمنى ان انا ابقى شرف لمصر، لان انت مشرفانا جدا قوي خالص. كابتن ميرنا سعيد، مدرب عام نادي شبان ولاد الفاشن، حاجه تفرح بصراحه.